تضيفها لحديقة منزلها إذا كان لمنزلها حديقة، أو لسطح منزلها، أو الرد على الهاتف وما أشبه ذلك. ما هو رأيكم فيه شيخ صالح؟ كل ذلك لا بأس به. الحمد لله. لا بأس أن تخرج إلى حديقة المنزل أو إلى حوش المنزل، أو تخرج إلى تصعد إلى السطح أو غير ذلك. لا بأس في داخل البيت أن تتنقل فيه حسب ما يريحها، ولا بأس أن ترد على الهاتف وأن تجيب على السؤال كل ذلك، وأن ترد السلام، كل ذلك لا بأس به. جزاكم الله خيرا.